الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، ومن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء، رواه مالك والشافعي. وعن ابن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء، رواه مالك. وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن القبلة من اللمس فتوضأوا منها. هكذا جاءت هذه الأحاديث، ولم يثبت ذلك إلا عن ابن عمر، وأما ابن مسعود وعمر بن الخطاب فلم يثبت عنهما ما ذكر هنا بالأسانيد الصحيحة، بل نسبة هذا القول إليهما ليست نسبة صحيحة. ثم إن كل هذه الأحاديث موقوفة ولا تتفق مع الأحاديث المرفوعة، لأن كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على أن مس المرأة يوجب الوضوء، بل إنما يدل دلالة صريحة واضحة على أن مس المرأة لا يوجب الوضوء. فأحاديث ابن عمر رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه في الأمر بالوضوء من قبلة الرجل امرأته فهو اجتهاد منهم وفهم، أحاديث موقوفة عليهم، هذه اجتهادات منهم، هذه فهوم منهم، لأنهم فهموا من قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهو معطوف على قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولم يثبت بأي حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم مس امرأته وقبلها ثم توضأ، لم يثبت ذلك بتاتا، بل ثبت عنه ترك الوضوء. ولذلك خالف ابن عباس وعلي بن رضي الله عنهما هذا الرأي المذكور من عمر وابن عمر وابن مسعود، وأن الملامسة بمعنى المباشرة لا بمعنى المس، يعني هذا هو قول ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما، أن ذلك كناية عن ذلك المعنى لا بمعنى المس واللمس بأي عضو. وتؤيد هذا المعنى استعمالات القرآن الكريم لللمس والملامسة في سياق الدخول على المرأة والخلوة بها في معنى كنائي خاص معبر عن المباشرة، والنقل في هذا الباب عن عمر ضعيف، لم يثبت عن عمر ذلك، فقد ضعفه ابن عبد البر في التمهيد وقال: هو عندهم خطأ. كذلك النقل عن عبد الله بن مسعود ليس صحيح، هو صحيح عن ابن عمر، ولكن اجتهاد عمر لا يقاوم الأحاديث المرفوعة ولا رأي ابن عباس ولا رأي علي، فإذا هذا اجتهاد مرجوح وليس مقبولا. وعن عمر ابن عبد العزيز عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. رواهما الدارقطني، يعني الحديث عن ابن عمر الذي تقدم، وهذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز. وقال قال الدارقطني: عمر ابن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه، ويزيد ابن خالد ويزيد ابن محمد مجهولان، فهذا حديث ضعيف لا يؤخذ به. وحديث عمر ابن عبد العزيز عن تميم الداري مرفوعا ضعيف جدا للانقطاع ولجهالة يزيد بن محمد ويزيد بن خالد، ويعارضه حديث جابر الصحيح الذي أخرجه البخاري في غزوة ذات الرقاع، إن رجلا رمي بسهم فنزفه الدم فمضى في صلاته، لم يكن نزيف الدم قاطعا لصلاته،
ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أقره على هذا، لم يأمره بإعادة الصلاة. وكذلك حديث من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ ليس صحيحا، هذا حديث كذلك ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره. والروايات في عدم انتقاض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين كثيرة، وخروج الدم من إحدى السبيلين كخروج البول والغائط فلا يقاس غيره عليه. إذن الروايات التي تدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لا شك أن الدم نجس، والدم إذا سال فإنه يغسل هذا الدم، ولكن خروج هذا الدم من أي جسم من أي عضو من الإنسان لا يوجب عليه الوضوء. هذا هو الراجح في هذه المسألة، وهو الأصلح أيضا وهو الأخف كذلك. فمن خرج منه الدم أصيب بمصيبة فنحن نوجب عليه مصيبة أخرى، يعني نضطره لأن يجدد الوضوء، فيكون ذلك لا شك أشق عليه وأحرج. فلا تسلط مشقة على مصيبة وهي تستحق الرخصة والتخفيف. فإذا ينبغي القول بالتيسير والترخيص والتخفيف في هذا الباب، لا أن نأخذ بما يحرج وبما يضيق وبما يشق. فإذا كانت الأحاديث ثابتة بأن الوضوء يجب إذا خرج الدم من جسم الإنسان، فكان علينا أن نأخذ بتلك الأحاديث. ولكن الأحاديث في هذا الباب، أي في باب وجوب الوضوء بخروج الدم، ليست صالحة وثابتة. ومن استدل على ذلك بالاستحاضة فليس ذلك دليلا صحيحا، ولا يقاس عليه خروج الدم من أي عضو من جسم الإنسان، فذلك يتعلق بالحيض، والخارج من إحدى السبيلين يختلف عن الخارج من أي عضو من أعضاء الإنسان فلا قياس، وهناك فارق كبير بين ذلك وهذا. إذن لا يقاس هذا الأمر على ذلك، هذا هو الراجح في هذه المسألة كما نرى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.